اول ما افتح البرنامج نبص مع بعض كده. ده مش مسألة بس ايه عشان لما نحل مسألة مع بعض ما نستغربش. اول ما افتح البرنامج عادي بي اقول له نيو بروجكت، اقول له اوكي هيديني القائمة دهيت. اقول له في البروجكت تسمي اسم البروجكت هنا تمام، وتختار حاجتين من اول القائمة هنا عندنا، تختار هل هو بلين سترين ولا هل هو اكسي سيمتري، وهنا بتختار هل هو 15 نود ولا 6 نود تمام. ايه الفرق الاول بين بلين سترين ولا ايه اكسي سيمتري؟ ما هنقول دلوقتي. الفرق بين البلين سترين والاكسي سيمتري، ده بلين سترين ده اكسي سيمتري. اكسي سيمتري لما القطاعات بتبقى دائريه حاجات زي كده، اكسي سيمتري هتلاقي المحور بتاعه كده. دي حاجات اكسي سيمتريك ودي حاجات بلين سترين، دي حاجات في مستوى ودي حاجات اكسي سيمتريك. المحور واي هنا ايه في النص اهي اكسي سيمتريك. حاجات الدائريه قاعده دائريه حاجه دائريه مساله اكسي سيمتريك. جميل. يبقى انا شرحت اكسي لا اغلب حاجاتك مش هيبقى سيمتري، اغلب حاجاتك بلين سترين. حاجه بيضاويه بيضاويه خليها بلين سترين. سنه ما عادش هو اللي هيبقى بيضاوي بس قاعده بيضاويه. انا نتائج اصممها واعرف. تمام. بص يا شباب اللي بعد اللي بعد كده كيف هو عادي قاعده شبه منحرف قاعده منحرف قاعده منحرف فاهم كان شبه منحرف وبعد كده انحرف. طيب الاليمنتس يا شباب ممكن اي اليمنت عندي بمثله بشويه ايه نوز زي الساب والحاجات دي كانت ليها نوز كده. الاليمنت ممكن يبقى عباره عن 15 نوت، ممكن يبقى عباره عن 6 نوت زي كده. ده اليمنت هو عباره عن 15 نوت، لو عديت له 15 ده اليمنت هو بيتمثل ب 15. المثلثات بتاعتك اللي بتعمل الشبكه يا اما 15 نوت عقده يا اما 6. طيب ال 15 هيدوا لك 12 نقطه ستريس بوينت، وال 6 هيدوا لك 3 ايه 3 ستريس بوينت. طيب امتى استخدم ال 15 وامتى استخدم الايه؟ امتى استخدم ال 15 وامتى استخدم ال 6؟ استخدم ال 6 لو انا عايز حل سريع مش مستعجل على الحل. ايه؟ حل سريع كده بس طلع الحل بسرعه، بس طبعا ما يبقاش ادق من ال 15. 15 حل دقيق بس بيستهلك وقت، يعني البرنامج هيطول معاك شويه بس ال 6 لا هينجز معاك. احيانا لما انت بتدرس حاجه مهمه لازم ايه تخلي تشتغل بالايه؟ بال 15. تشتغل بال 15 ايه؟ احسن. الحاجه اللي هي الاكسلريشن الحاجات ديت دي خاصه لو انت ايه شغال زلازل او حاجات من كده، تدخل عجله الجاذبيه والحاجات دي. عجله الجاذبيه 9.8 انا واحد اه 9.8 انت على الثانيه تقريبا. لو اتغيرت بقى انا ما اعرفش، بس هي عجله العجله معروف 9.8 واحد على طول. طيب بعد كده يا شباب لو دخلت في الخانه اللي جنبها هنا على طول الكتاب اللي هي بتاعت الدايمنشن، الناس متابعه معانا؟ تمام. هلاقي ايه في الدايمنشن؟ اكتب هنا الوحدات اللي انا هشتغل بيها، انا حددت ان انا اشتغل بالمتر والفورس بالكيلو نيوتن والتايم بالدي. هتلاقي ايه وحدات ثانيه؟ تمام؟ في وحدات ثانيه عايز اشتغل بالسنتي ميل، هتلاقي وحدات ثانيه. هنا ايه الليفت وايه الرايت وايه البوتوم وايه؟ لو انت واقف هنا كده بقول لك هاخد مسافه يمينك قد ايه؟ شمالك قد ايه؟ لو انا هنا انا نقطه صفر صفر، بقول لي هاخد يمينك قد ايه؟ وشمالك قد ايه؟ وفوقك قد ايه؟ وتحتك قد ايه؟ انا اقول له هاخد يميني هنا على الرسم مثلا زي كده، هاخد يميني 100 وشمالي صفر. او شمالي مثلا اي حاجه. وفوقي كام؟ فوقي انت مرات فوق الستين عشان اجيب لك الفيو بتاعتك حاجه ايه؟ فوق الستين. عشان تقدر المسطره دي تقيس اسهل. بس كده، يعني بتحدد بقى ايه الحدود بتاعتك بتاعت الهيد مثلا. طيب ايه الجريد؟ الجريد السبيسنج بتاعتها 1 متر والعدد بتاعها اتنين. الجريد دي يا شباب هي الترسم بتاعها تلاقي الشاشه نفسها، الشاشه نفسها متقسمه ايه جريد كده؟ الشاشه كلها بتاعت انت تسال تسال كده. لما انت بتقول ان هي 1 متر معناها ان دي كده 1 متر. نقله الماوس كده انت لو عرضت الماوس كده تلاقيه اتحرك 1 متر. 1 2 الماوس نفسه على الشاشه كده، الماوس اهو لو انا حركت بس كده بتحرك 1 متر. لو انت في القياس والحاجات دي بتسمعها حركت 2 يبقى يكون متر. طيب ممكن تخليه 1 متر
يبقى انا عايزه نص متر يبقى اخليه ايه 2 متر يبقى اقسم ال 1 متر على ايه على كانك عملتها نص متر يعني سكيل يعني لا مش سكيل ده الجريدز اللي بتظهر خلفيه الشاشه دي اللي انت بترسم فيها اه ماشي المسافه بينها بين كل جريد 1 متر سبيسنج متر انت اختار 1 متر عشان تيجي ترسم اي حركه للماوس دلوقتي 1 متر تمام والانترفال هي بين ال 1 متر اه متقسمه مره واحده ولا متقسمه 2 لو اتقسمت 2 هيبقى نص متر يبقى الحركه بتاعتك نص متر انت المسافه بين هو هي مش قادر بس 1 متر شغال معانا كويس زي ده كده شايفين التقسيمات ديت المربعات دهيت 1 متر في 1 متر يعني اي حركه للماوس دي 1 متر طبعا اول ما بتفتح بيدي لك الصفر والصفر بتاعك اللي هو ليه احتساب بتاعك طيب حلو قوي ده القوائم اللي قلنا عليها وهنقول عليها ايه برضه دلوقتي في القوائم اللي عندك القوائم اللي عندك دهيت هتلاقي عندك في البرنامج حاجه بالشكل ده حاجه بالشكل ده اسمها لاين دي برضو في واحنا بنحل ان ايه هنبص على في حاجه اسمها لاين اللاين ده برسم بيه الحدود بتاعتي الصور بتاعتي الفوارق الحاجات اللي بتفرق بين الطبقات حاجات ده طيب البليتس برسم بيه شيت بايل برسم بيه بايل برسم بيه حيطه برسم بيه قاعده بس طبعا قاعده كده الافق برسم بيه اي حاجه بليتس الجيو جريد ده لو ممكن ارسم بيه جراوت ارسم بيه اي حاجه جيو جريد نفسه ارسم بيه اي حاجه الشكل ده الهنج اند روتيشن ده لو انا عايز ايه حاجه جايه كده وحاجه جايه كده عايز الوصله بينهم فيكسد ولا هنج في الحته دي لما نروح لها ايه هوريها الانترفيس ده ايه ده لما انت عندك حاجه ماتيريال غير الصويب فبيحصل فيه لازم انت حاطط انترفيس بينهم صح مش بيحصل انترفيس بينهم؟ في حاجه كوهيجن بيحصل لازم ايه تحط انترفيس النود تو نود انكور ده اللي بتمثل بيه الانكور الفيكسد اند انكور ده بيمثل بيه ايه؟ الاستراب ده مثل زي الاستراب اه ده الانكور وده دي الاستراب ده لو انا عندي تانل بختار الايه بتاع اللي برسم بيه دي امثله للحاجات اللي بيحلها البليتس دي بليتس اهي ده حيطه اهي بليتس ده بتاع ده تانل ده هنا الجيو جريد ده حيطه اهي ام اس وول حاجات الابلكيشن اللي ممكن تتعمل دي اشكال ليها يعني اشكال مش كلها طبعا بس دي اغلب الحاجات اللي ممكن تعمل ايه تقدر تدخلها الاحمال اللي عندك الديستريبيوت لود ممكن يبقى حمل ده ايه ده اللي هو البريس جريد ديسبليسمنت لو انت ايه مانع الايه الديسبليسمنت عندك الفيكسيشن ممكن الفيكسيشن اليو اكس يعني ايه اليو اكس بصفر يعني انا مانع الازاحه في اتجاه اكس مانع الايه الازاحه في اتجاه اكس طيب ايه اليو واي بتساوي صفر يبقى انا مانع الازاحه في طب ايه التوتال اكس طيب ازاي بص اللي هو اليو اكس بتساوي اليو واي بتساوي صفر اللي هو انت مانع الحركه في اتجاه اكس بمعنى انت لما تيجي تختار فيكسيشن بشكل زي ده كده هتلاقي عند كل نقطه ايه عمل لك فيكسيشن خطين كده عند كل نقطه الخطين دول معناهم ايه؟ معناه ان انت ينفع تتحرك كده بس ما ينفعش تتحرك كده. الخطين دول عامل ايه؟ تتحرك كده بس ما ينفعش تتحرك ايه؟ الخط اللي بترسم عمودي على ايه؟ على الطبقه. عمودي على ايه؟ الاتجاه اللي انت ايه مانع فيه الحركه. طب ده انت ينفع تتحرك ايه في الاتجاه؟ طب هنا ينفع تتحرك كده اهو بس برضه ما ينفعش ايه تتحرك كده. فتلاقي هنا هيطلع ايه؟ خطين كده بالشكل ده وهنا نفس ايه؟ تحت بس اللي هو مانع الحركه فوق وتحت ويمين وشمال ده نهايه الدنيا عندك مثلا مش هينفع تتحرك فين مفيش حاجه يعني. فلازم تمنع ايه الحركه عندك ده الايه اللي هو الفيكسيشن الرمز بتاعه اهو زي ما شايفين ده كده ممنوع الحركه مسموحه في الاتجاه الواي بس فاليو اكس بصفر الشكل ده اكس بصفر هنا اليو اكس واليو واي بصفر ممنوع يتحرك كده او كده لان ده نهايه الدنيا عندك تمام يا شباب لو حد سقط اي حاجه ايه اسم في الديستريبيوتد لود الحمل الموزع عندك الوحده بتاعته بتبقى كيلو باسكال بدايته قيمتها بكذا نهايته ايه قيمتها بكذا في عندك ممكن يبقى بوينت لود او لاين لود لو حمل سكه حديد او حمل اي حاجه الوحده بتاعته كيلو متر لو انا عايز اعرف السويل بتاعتي بنعرفها من ماتيريال سيتس العلامه دهيت او من قائمه ماتيريال
هيفتح لك الايه القايمه دي. بتيجي اعمل ايه؟ بتيجي هنا اخترت انا ان انا هشتغل عايز سويل اعرف الماتيريال بتاعتي سويل او ممكن تعرف بليتس او جيو جريد او انكرز. انا اخترت سويل واجي قايل له نيو يفتح لي ايه؟ يفتح لي قايمه بتاعت السويل ابدا اعرف الايه؟ السويل بتاعتي. تمام يا شباب؟ افتح لي قايمه زي كده اعرف السويل بيقول لي اسم السويل بتاعتك اكتبها ايه؟ وهنا ايه؟ الماتيريال موديل، الموديل اللي انت هتستخدمه ايه؟ لو فتحت القايمه ديت هيفتح لي ايه؟ مور كولوم سوفت سويل هاردنج سويل مور موديفايد كان كلي كان كلي كذا موديل تختار. تختار هنا دريند ولا اندريند؟ الجاما انساتيوريتد والجاما ايه؟ ساتيوريتد. البرميابيتي في الاكس والواي لو مختلفين ممكن يبقى الحركه في الاكس حركه ما في الاكس غير حركه ما في الواي زي ما قلنا قبل كده ممكن الاتجاه ده غير الاتجاه ده صح ولا لا؟ طيب او الاتجاه ده عموما الافقي غير الاتجاه الايه؟ الراسي. بتعرف الماتيريال دوست انا دلوقتي على اول حاجه كانت جنرال كانت كاتب لي فيها الحاجات ديت. ثالث ثاني حاجه البارامتر بدخل فيها الاي انا السوق بتاعتي بعرفها بايه؟ الجاما دي حاجات مهمه عند الجاما ليه؟ السي والفاي والبواسور ريشيو واليانجس مودلس والكي صح؟ دي اهم حاجات دي بعرف بيها الايه؟ الكي اللي هو البرميابيلتي كوفيش دي اهم حاجات دي بعرف بيها الايه؟ السوق ده. فيجي هنا كتب الاي بتاعته اليانجس مودلس الميو اللي هو البواسور ريشيو السي السي دايما يا شباب ما ينفعش البرنامج ما ينفعش تحط السي بصفر. لو عندك ساند هتحطها بواحد هو ما ينفعش عشان الحل يطلع كويس ما تحطهاش بصفر. او هو ممكن ما يبلاش منك بصفر هنجرب دلوقتي. بس انت بتحطها بواحد لو واحد دي انا عليها اصلا ما فيش سي. ممكن مثلا اعمل لها مثلا 9 من 10 تلاف عادي براحتك بس هو واحد ورايح منك واحد دي يعني اصلا ما فيش حاجه يعني عادي. الفاي بتاعتك بتحطها الابساي ايه الابساي بقى ده؟ الابساي ده بيساوي الابساي بيساوي صفر لو انت شغال كلي يعني الابساي الابساي بصفر لو انت ايه كلي او لو الفاي بتاعتك اقل من 30 درجه لو الفاي بتاعتك ايه اقل من 30 درجه يعني لو الفاي اقل من 30 درجه او السول بتاعتك كلي يبقى الابساي ايه صفر. طيب لو السول بتاعتك الفاي بتاعتها اكبر من 30 يبقى الابساي ده هيساوي الفاي ناقص ايه ناقص 30 درجه. يعني لو الفاي هنا عندك كام؟ ب 25 فلا بصفر برضه يعني اقل من 30 صح؟ فعوض الابساي دي بصفر. لو الفاي هنا عندي ب 40 يبقى الابساي احطها بكام؟ ب 10 10. ايه هو الابساي؟ ايه هو الابساي؟ الابساي ده بنسميه الايه؟ ده انا كنت هطلع سلايد هنا مش عارف اوصل لها ده زاويه توسع الحجم اللي هي الايه؟ ال اللي هي الانجل بتاعت الديليشن التوسع الحجمي تمام دي زاويه مش هيهمنا هي بتاعتي بس هي الزاويه ده هي زاويه التوسع الحجمي هتحط سلايد هنا الحجم ايه؟ ليه السول بتاعتك السول بتاعتك انت ما فيش لغايه قد ايه مثلا؟ ما اعرفش والله يعني ما بحثتش بس هي لو بصاي معروفه بناخدها بصفر الكلي لو السول بتاعتي ساند الفاي بتاعتها اكبر من 30 هاخدها بصاي تساوي الفاي ناقص 30 درجه لو اقل من 30 يبقى الابساي برضه ايه؟ ده بارامتر مش مهم بالنسبه لنا يعني مش هو ده المهم بالنسبه لنا احنا قلنا البارامترز المهمه اللي احنا قلنا عليها الجاما الجيم دي الحاجات اللي بتاثر معانا ممكن الابساي ما اعبرهاش خالص واسيبها بصفر مفيش اي مشكله عندي تمام؟ طيب في حاجه بندخلها هنا تاني؟ لا ما بدخلش انا بدخل الحاجات دهيت الحاجات دهيت بتدخل تلقائي طيب يا شباب الحاجات دهيت اللي تحت دهيت بتدخل ايه؟ طيب الدريند والدريند قلنا عليه ان الميه اتصرفت عندك فمفيش بور ووتر بريشر والاندريند لسه الميه ففي ايه بور ووتر بريشر ده طبعا العلاقه انا قلبت ليه مساله كده قلبتها ما هي مساله هتكلم فيها اه دي مساله الموضوع بتاع الاغلاق دلوقتي يا شباب انا رسمت العلاقه بين الجهاز والانفعال الاستريس والسترين شكل بيطلع كده صح؟ في حاجه اسمها دي اللي بتاعتك لو خدت الماس لاي حاجه اللي هو السيجما على الابسلون سترين الاسترس على السترين لا في حاجه اسمها اللي هو الاي سيكنت اللي هي السيكنت لحد هنا كده وفي الاي 50 اللي هي بايه؟ تشوف النص المسافه ديت وتيجي موصل من الصفر لحد ده
دي حاجات كلها ليه؟ الاستيكر في موجه كانت بتتدخل في ايه؟ في الماتيريال. تمام؟ حاجات مش هتفيدنا هنا في الموديل بتاعنا، هتفيدنا في موديل اللي هو بتاعت ايه؟ اللينير بلاستيك موديل. دهيت الجي هتساوي الاي، سيبنا من الحاجات دهيت الكلام اللي فوق. الجي مش هتعرفوا بحسبها ازاي، بيقسم الاي على 2 في 1 زائد البواسون ريشيو. الاي اوديمتر بيحسبها ازاي؟ 1 ناقص البواسون ريشيو في الاي على 1 ناقص البواسون ريشيو على الجي. الجي والكي مش فاكر ايه، بس دي كلها معاملات للماده بتاعتك، زي اللي عندك في ال زي الاي والحاجات دهيت. الجي ده الجي كان خصوصا بتلاقيها في الحاجات اللي هي بتاعت اللينر الاستيك. لو تفكروا كده في الستيل كان في حاجه اسمها الجي، صح؟ صح. الجي الشير مودلس. الشير مودلس هي اللي الشير مودلس. تمام. هي حاجات عباره عن تقسيم الكي على الباسور ريشيو، اختلاف الايه المعادلات بتاعتك. مش ده برضه اللي فرق معانا، ده حاجه ليه للتاريخ كده. ادي اللينير الاستيك، ده الايه اللينير الاستيك موديل، ده اللي انا ايه بستخدم فيه الحاجات اللي احنا ايه قلنا عليها ده. عشان كده ايه عشان لو حد استخدم اللينير الاستيك ايه يستخدم ايه الحاجات دي. تمام. وبتدخل له برده الايه في البارامترز السي والفاي والباسون ريشيو والابساي الحاجات دي. قلنا السلايد ده اهي قبل كده، دي اللي بتاعت الايه زاويه التوسع الحجمي، دلتا ديالام تنسي انجل اللي هي الابساي. دي الابساي يقول لك انا الابساي بصفر. طبعا انت لو عايز تعرفها جت ازاي معاك الكيرفات وايه وايش حياتها كلها علاقه بين السيجما 1 ناقص سيجما 3. سيجما 1 اللي هي النورمال، سيجما 3 اللي هي الايه اللي هو الايه الجانبي. تمام تمام. والانفعال. طيب الابساي نفسها للكلية قلنا بناخدها بصفر، او لو السوي بتاعتك الفاي اقل من 30. لو الفاي اكبر من 30 بناخدها فاي ناقص 30. تمام يا شباب. الانترفيس، الانترفيس ممكن الانترفيس بين السوي والماتيريال ممكن تاخده، ممكن ناخد يا شباب الانترفيس ده ناخده ريجيد. ريجيد لو اخترت انا ريجيد، بصوا على لو انا حطيت ريجيد هنا كده هلاقي الار بقت بواحد، و لو خليته مانيوال هدخل ار زي ما انا عايز. لو انا خلي ايه الار ده اصلا او ايه الانترفيس ده؟ الانترفيس ده بيقلل يعني السطح التلامس بين الماتيريال والسويل، هو هنا بيقلل الاستيفنس، بيقلل الاستيفنس في الحته. فانت لو انت مش عايز يقلل هتخلي ان هو ايه ريجيد كلهم حته واحده. لو عايز يقلل دخلها مانيوال وشوفها الار دخلها بكام. لو انت عندك ساند وستيل، لو انت عندك مثلا شيت بايل والتربه بتاعتك ساند هتاخدها ب 0.67 تلتين. الار هتاخدها ب 0.67. لو انت عندك كلي وستيل هتاخدها بكام؟ بنص. تمام. ده هيأثر معاك ايه؟ هيأثر معاك انت انت دلوقتي هل هتعتبر التربه نفسها الشيت بايل ده نفسه او الحاجه اللي هي غير السويل محطوطه السويل ديت تشتغل كانها مع الدنيا دي كلها، ولا هتعمل وعامل تخفيض او ريدكشن فاكتور للستيفنس بتاع الكلام ده؟ يعني هل الستيفنس بتاعت اللي هنا كده مش هنا في انترفيس بين السويل والماتيريال ديت؟ في ناس بتاخده وفي ناس ما بتاخدوش. مش هياخده هتخليها ريجيد، هتاخده هتخليه مانيوال وتدخله يا اما بنص لو انت كلي معاك ليها جدول طبعا كتير زي بتاع الايه الكويجن وكل ده. طب هيأثر معاك في النتائج بتاعت هتطلع مثلا بسيط مش اللي هو التأثير الايه الكبير. نفس الكلام زي ما قلنا ليه السويل بعرفها بالسي والفاي والجاما والبتاع. البليتس نفسها بعرفها بايه؟ البليتس بعرفها بحاجتين، الاي في الايه؟ الاي في الايه؟ الاي 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 اللي هي الهيومنس مودلس. ايه الاي؟ اللي هي مساحه مقطع بتاعت الايه؟ بتاعت الماتيريال اللي عندك. والاي في الاي، ايه الاي؟ هي الانيرشيا بتاعت الايه؟ بتاعت الحاجة اللي انت بتمثلها. تمام؟ علشان انا لما بحط بليت انا برسم بليت كده. البليت ده مين قال ان البليت ده خازوق؟ يمكن انا اعمله خازوق. مين قال ان البليت ده شيت باي؟ مين قال ان البليت ده دايفرام وول؟ حاجتين، الاي في الاي بتاعته مساحة المقطع بتاعه واضربها في اليانجس مودلس، او وي اليانجس مودلس فيه الانرشيا بتاعته.
كده انت عرفت الحاجه بالظبط. زي ما كنا في الاولى بنقول لك ده ريتينج روم، طب مين قال ان هو سيكنت بايل ولا دايفرام روم؟ انت لما بتعرف الاي في الاي الانيرشيا بتاعته ولما ضربها في الايه في الاي، ساعه ما كنا بنقسم على السبيسنج ده كنا بنقسم على 1 متر ودي كنا بنقسم على ايه على المسافه اللي شايلها، بحيث تعرف ده ايه بالظبط. ان انت بتحط بليد، البليد ده ايه بايل ولا البليد ده شيب بايل ولا دايفرام وول ولا سيكند بايل ولا ايه، على حسب الاي في الاي والاي في الاي، دول اللي بيعرفوا النتيجه دي. تمام يا شباب؟ تمام. نفس الكلام مع الانكر، الانكر بعرفه بايه يا شباب؟ الانكر بعرفه بحاجتين، الاي في الايه؟ الاي في الايه مساحه المقطع بتاعه، والسبيسنج بترص كل قد ايه؟ في الافق كام؟ اللي هي المسافه الايه؟ السبيسنج بتاعه المحطوط كل قد ايه؟ كل 1 متر، كل 2 متر، ولا كل 4 متر، ولا كل 5 متر؟ ليه ما فيش الانشا بتاعته في الاعتبار؟ لا هو بيتعرف كده، ما اعرفش ليه ما بيعرفش، هتلاقيها الانيرشي كتير اللي تاخدها من سيخ حديد اهو كذا حته سيخ حديد. مش ما هو ده نوع من انواع الانكر، في نوع اللي هو لا ده الجراوند ده غير الانكر، انا بعرف دلوقتي الانكر اللي هو الجزء ده شايف الحته دي. الجراوند ده ليه تعريف تاني، الجراوند ده بعرفه بايه؟ بالاي في الايه بتاعته مساحه المقطع بتاعه في الايه بتاعته. طيب عملنا احنا دلوقتي يا شباب، عملنا احنا دلوقتي يا شباب عملنا ايه دلوقتي يا شباب؟ عملنا ايه دلوقتي يا شباب؟ عملنا كذا حاجة دلوقتي، بدأت حطيت الحاجات بتاعتي حدود المسألة ورسمت المسألة ورسمت البيت بتاعي اقشيت باي وحطيت الانكرز والجراوند وعرفت الماتيريال وعرفت الانكرز والحيطه وكل حاجه. بعد كده بعمل ايه؟ وعملت الانترفيس هو ده الفيكسيشن تمام؟ وعملت الانترفيس لحاجه بين السويل والماتيريال بتاعي. طيب هعمل ايه بعد كده؟ هعمل مش هقسم الشكل بتاعي عشان يقدر البرنامج ايه يحل. بعد بتعمل مش كده ونشوف هنعملها ازاي. بنعمل مش والحاجة اللي بعد كده بنعمل الانيشال كونديشن. يعني دلوقتي عرفت الماتيريال وعرفت عملت اساين لكل حاجة الماتيريال والحيطة والحاجات ديت وعملت مش وبعد المش عملت الانيشال كونديشن وبعد ما اعمل الانيشال كونديشن هبدا احل على طول. هبدا احل واقول له ايه خطوات الحل بتاعتي للسيج كونسبرشن اللي انا عندي. تمام يا شباب؟ وبعد كده ايه؟ اخرج له ايه النتائج اللي عندي ده كله ايه في الاوت بوت. يا شباب نبدا كده يا شباب نبص على ده الانترفيس ده اللي قلنا عليه احنا بنستخدمه ريجيد يا بتاع ده ودي معادلات تبعه اهيت وقلنا ان هو بيساوي 1 لو انت خدتها ريجيد ويبقى اقل من 1 لو انت خدتها مانيوال. تمام وده الانيشال كونديشن هنتعرف عنه واحنا بنحل ايه دي مساله ده بس